حسام. خير يا ماما؟ مراتك يا حسام. مراتي؟ مراتي ايه يا ماما؟ انا عمري مراتي ما لبست نقاب، وبعدين ما ايه اللي هيوقف مراتي مع واحد غريب؟ بقول لك مراتك يا حسام كانت رافعه النقاب دلوقتي وانا شفتها. طب يلا بينا. يا اخي لا مش شبه 40 يا ماما، ممكن واحنا شبهها. بقول لك هي مراتك يا حسام، اركن العربيه ولا نروح وراها؟ ازاي يا ماما؟ ازاي ايه؟ بقول لك يلا اركن العربيه. ماشي. ايوه بقى انت يا بنت انت بتستخبي جوه النقاب عشان ما نعرفكيش. انت مين يا ست؟ انت عايزه ايه؟ يعني مين؟ كل الاحترام، ايه يعني النقاب يا بنت؟ انت مجنون ولا ايه؟ بقول لك ايه النقاب يا بنت؟ في يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا بتهجموا على بيوت الناس، بيوت الناس لها حرمه يا استاذ. معلش يا استاذ، بس معلش يا ابني انا كنت فاكر ابني. معلش حقك عليا. خش يا بنت جوه. معلش اتفضلوا. طيب اتفضلوا بدل ما اعمل لكم دوشه دلوقتي. يلا افتكرناها مراتي والله يا فندم. افتكرتها مراتك؟ البيوت لها حرمه يا استاذ. بعد حقك علينا يا ابني. معلش قلت لهم جاي مع الحاجه بس ما كنتش مشيتك. ماشي يا استاذ، حقك علينا. معلش يلا يلا يا استاذ. يلا يا استاذ يا ناصر رامي بلا. يلا في ايه؟ انا شفت شنطه الشباب جوه، وانا متاكد ان هي جوه. تمام، هنستخبى فوق لحد ما تطلع بنفسها، وساعتها بقى ايه؟ نفسك متلبسه. ماشي. انا قلت لك هي شيماء. طيب بنت بسرعه. مشي وخلاص؟ اه مشي. اه يا بنتي مشوا من بدري. الحمد لله. انا اسفه يا مجد، اعذريني والله. حسام مش فاهم حاجه، وهو ومامته لو كانوا شافوني كانوا هيطيروا عشتي. لا لا والله حصل كل خير، الحمد لله انا جيت على قد كده. انا اسفه من اللي عملوه معاكي. لا ولا اي حاجه والله يا شيماء. الحمد لله ربنا سترها، حسام كان ممكن يعمل مصيبه لو كان شافني هنا. بقول لكم ايه يا جماعه؟ انا لازم بخمس دقايق واتحرك، لازم اوصل على البيت قبل ما هو يروح هو وطنط. طيب خلاص، شوفي انت هتعملي ايه وغيري هدومك والحياة غيري بسرعه. ماشي يا جماعه، انا اسفه برضه. مفيش حاجه، يلا بسرعه عشان بس ما يكشفكيش. ماشي ماشي. يا الحمد لله بقيت بتغفي هنا؟ حسام والله انت فاهم غلط وحشة ربنا. بتغفي هنا؟ مش انا قلت لك هي بنت دي؟ لا انتوا فاهمين. ايه في يا جماعة؟ ايه الصوت ده؟ وانت عايش دور الاحترام دول؟ مفيش حاجة هنا، وانت بتعدى على حرمة البيوت. استنى بس افهمك. فهمك ايه؟ انت اللي جابت هنا يا بنتي انت؟ تعملي ايه يا حسام؟ بقى انت فاهمين ان انت خارجة مع صاحبتك تجيبي هدوم، وفي قاعدة مع واحد غريب في الشارع لوحدكم؟ لا والله انت فاهم غلط وحشة ربنا. امال ايه اللي انتوا شايفينه دلوقتي؟ ده جبريل. ايه يا شيماء؟ عايزه اطلب منك طلب. طلب؟ عايزه اشتغل تاني يا حسام. انا ما كنتش بدرس 7 سنين طب علشان في الاخر تقعدني في البيت، افضل اعمل اكل واكنس واطبخ بس وخلاص يا حسام. شيماء انا اتكلمت في الموضوع ده معاكي 1000 مره، مش هينفع تنزلي الشغل الفتره دي خالص خالص. عشان خاطر يا حسام لما يجي وقتها هاذن لك يا شيماء. طب انا عايزه اطلب منك طلب تاني، بيتهيألي ابسط من موضوع الشغل. قولي يا شيماء. عندي واحدة صاحبتي وتعبانة، وحالتها أنا كنت يعني عاملة فيها ماجستير، فأنا محتاجة إن أنا أبشر الحالة معاها وأشوفها. ممكن يا شيماء تحترمي كلامي؟ قلت مفيش شغل، مفيش حالات، مفيش نزول غير بإذني، وبعد إذنك ما تكسريش كلامي، عشان أنا خلاص جبت آخري وزهقت. ما تفتحيش الموضوع ده معايا تاني يا شيماء بعد إذنك. دي صاحبتي من 10 سنين يا حسام. إن شاء الله تكون 20 سنة. هو انت كل حاجه ترفضها كده يا حسام؟ انا تعبانه بجد وزهقانه. انت بقيتي زي الفل وان شاء الله تبقي بخير، وعايزاكي اهم حاجه تلتزمي بالعلاج. يا رب يا شيماء. وانا بعت جبريل يجيبه، وماجده جنبك كمان، لو احتجتي اي حاجه اطلبيها منهم، هم بيكلموني يتابعوا حالتك. انا مش عارفه تعبناكي قوي يا شيماء بجد. مش كده يا معايا، انا والله بس لولا حسام ولولا بعرف انزل منه بالعافيه كنت قعدت معاكم هنا عشان اتابع حاله شيماء اول باول، بس انا بتابعك في التليفون يا ماجده. انت مش مقصره باي حاجه بجد، كتر خيرك. اهم حاجه تخلي بالك منها يا ماجده عشان حالتها ما ينفعش تتاخر دقيقه. انا مش عارفه اقول لك ايه يا شيماء والله، مش عارفه لو فضلت اشكر فيك العمر كله. انت صاحبتي حسام، انت كنت فاهم غلط والله. انا يمكن غلطت ان انا خبيت عليك، والمفروض ما كنتش اخبي عليك حاجه زي كده، بس مرض شيماء واخواتها اللي طلبوه مني جبريل وماجده خلاني بحكم وظيفتي وان انا دكتوره ان انا اخبي ده، ويبقى ده سر يا حسام. لازم اعرف، انا لازم اعرف ده. حقك عليا يا استاذ حسام والله، انا ما كنتش اعرف ان حضرتك مانع شيماء من الشغل، بس ما كانش حد بيقدر يساعدني غيرها والله، وانت عارف ان انا تعبانه. واحنا اسفين لو سببنا في اي مشكله يا استاذ حسام. ما انت مش عارفه، اخواتك عارفين، هم خبوا عليكي بس عشان انت تعبانه.
المفروض كانوا يعرفوني عشان دي حاجه ما تنفعش. كان ممكن يحصل يعني جوزك يجك فيك يا شيماء. لا يا ماما والله. طب امال ايه؟ مش المفروض تعرفي كبيره وصغيره؟ انا اسفه بجد، بس اكتر حد يفهم في حاله شيماء هو انا يا حسام، وانا درست الحاله دي بقالي سنين كتير. انا مش عارفه اقول لك يا استاذ حسام، بس شيماء اكتر من اختي عندي والله. معلش يا حسام انا اسفه بجد. بس انت برضه غلطانه يعني، انت حاله مش مركبه، تلبسي نقاب ليه؟ ما خلاص بس حسام، وانا لك الموضوع ما فيه. ماشي بس ما تبصي برضه، ما تبصي وده غلط يا بنتي. ما تبصي النقاب برضه، هي مش المنقبه دي ما تلبسوش. انا خوفي منك خلاني اعمل حاجه غلط، وحاجه تتفهم ان هي غلط، والشك واللي انت شفتني بيه ده غلط، وانا بعتذر لك عليها حسام. خايفه منك نفسها مش اكتر والله. بصي مع احترامي لكم كلكم، انا جوزها الكلمه الاولى والاخيره انا. أكيد. صح ولا غلط؟ ايوه. وهي غلطت، ما ينفعش واحده تعمل حاجه من ورا جوزها تاني، ما ينفعش واحده تعمل حاجه من ورا جوزها حتى لو صح، بتقلل من احترامه. اكيد. واحترامه ده اهم حاجه يعني يحسها من زوجته، اللي هي بتعمله ده ما ينفعش، ممكن كانت ممكن تعمل مصيبه. يا حسام انا شغلانتي بتحتم عليا ان انا شغلانتك انا مش على جوزك يا بنتي. ما انا هيك تنزلي من الشغل، قلت لك سنه سنتين وبعد كده انزلي الشغل بتاعك. احترمي كلمتي، احترمي كلمتي، انا راجل خلاص يا مش واحده صاحبتك. ما جيت من حد عندك وقدر. ماشي يا استاذه، ماشي يا استاذه، انا بفهم مراتي. بعدين انت لازم تبقى واثق في مراتك اكتر من كده. انا واثق في مراتي، بس انت حطيتيه في منطقه شقه. يعني هو انت عايزه يشوف مراته لابسه نقاب وماشيه مع واحد غريب وطالعه معاه شقه ويتاكد كده خلاص كده عادي؟ بس هي قصدها تعمل خير يا طارق. قصدها بس قصدها ده كان المفروض تعرفوني. احنا بنعترف ان احنا غلطنا، بس خليكي محضر خير. خلاص يا ابني عشان خاطر الست دي مفيش حاجه، خلاص حصل خير. خليكي محضر خير يا ماما، احنا في ايام مفترقه يعني. خلاص يا استاذ حسام، لو شيماء جيتها عندي تزعلك فبلاش تيجي عندي، بس هي بتعالجني والله. خلاص يا استاذه شيماء، خلاص انا موافق ان هي تجيلك وتكمل معاكي علاجك وان شاء الله خير، بس الصحيه تسمع كلام جوزها ما ينفعش اللي عملها. ماشي انا هسيبكم بقى واستاذن انا. يلا نورتني. وانت تخصني على طول. السلام عليكم. وعليكم السلام. لازم تسمعي كلام جوزك يا شيماء. هو انت كنت صرحتي من الاول ان ده بياخد وبيدي وان هو مش يعني ما بيرفضش. هو لو في اول الموضوع كان رفض، انما دلوقتي سمع وفهم. بعد ايه؟ بعد برضه ما شك فيا. المهم ان انت بقيتي كويسه يا شيم. الحمد لله بايدك والله يا شيماء، فضل ربنا ثم انت. وهتمارسي حياتك طبيعيه ومفيش اي حاجه. وانا بقى هعتزل المهنه لان انا هتطلع واقعد جنبكم. لا طبعا ربنا ما يكتب كده ابدا. انتوا مش هتعملوا لي حاجه اشربها ولا ايه؟ لا اعمل لك كل حاجه حلوه. انتوا بخلها بقى، انا قاعده عليك في اختك بقى لي كام شهر ومش شهر. ما خلاص بقى انت هتذليني. بتاخدي العلاج ولا لا؟ لا باخده طبعا. ماشي، وشك بقى زي القمر اهو.